هيدا دريدي كنت هبطت تدوين، حكيت فيها على فلسطين، قلت تعلمت عند المعلمين والأساتذة علموني قداسة الكلمة لفظا ومحتوى الله والوطن، ولا راية فوق راية وطني ولا راية الباقي بما معناه تقعد في جنب. نحكي هوني على فلسطين، زيد حكيت زيدا على قلت بلادك ما لقاتش فيك الخير ونزعت عنها القداسة باش تلقى فيك فلسطين الخير. شعبويات تدوينات أثروا جدل كبير وحيدة. اي وفهم عبيد سابوني عليها فهمت. وشنو اللي يخلي وحيدة ممثلة محبوبة من الناس عندك ديفان يحبوك تدخل فيلم داخل هذي اللي تنجم تتسب عليهم؟ على خاطر الساكت عن الحق شيطان أخرس، هاو عليش وين ريت فهمت. الشعبوية او نقول لك انا اول واحدة نساند القضية الفلسطينية كما نساند كل القضايا الانسانية كلها، من حرب اليمن للأطفال متاع اليمن الفلسطين للي تحب انتي. وكنا طلبة كنا نساندوا المشكلة ما بين البوسنة والهرسك، وكنا أكثر ناس نعملوا إضرابات في الجامعة، وأكثر ناس كنا نعملوا اعتصامات في الجامعة، وأكثر ناس هزينا السياسة، وأكثر ناس تعاقبنا وقت نعملوا إضرابات. وبما فيهم أنا عندي مشكلة قبل اسمها تحريض على الإضراب في كلية الأدب من نوبة على خاطر طلبت إضراب في يوم الأرض اللي هو يوم فلسطين. دونك ماناش باش نغالي على بعضنا لأنه نعرفوا أنه قلب التونسي دائما مع فلسطين فهمت. وعملنا الالتزامات اللي هبطوها على الفيسبوك، تحبوا تقصونا اللي كنت متاعنا قصوهم، لكن احنا مساندين القضية الفلسطينية، هذي كل قلناه بقى فهمت. تونس تبقى الأولى في قلبي، هو وطني، هو الانتماء، هي أرضي اللي تلت فيها، وهي أرضي اللي باش نتوفى فيها ونتدفن فيها، وهي أرض أجدادي، وهي باش تقعد أرض أولادي فهمت. هي الحضارة، هي الأم، هي الأخت، هي كل شيء. مهما صار في تونس، مهما أنك اعترضت على حكم البيات، واعترضت على الحماية الفرنسية، واعترضت على بورقيبة، واعترضت على بن علي، وتعترض على الحكومات الجاية الكلها، اعترض من حقك وقول ما عادش كرهونا في البلاد، قول كرهونا في البلاد، لكن ما تكرهش بلادك سي سيغ فهمت. الناس كي تتعلم نقفوا احنا للقضية الفلسطينية احتراما ومساندة، يجي علم تونس واقف وبجنبه علم فلسطين في نفس الارتفاع، في نفس العلو، في نفس كبر العلم بحض بعضهم، هذي باش نقولوا رانا مساندين للقضية. وين شفت انت العلم التونسي يمكن تحت علم فلسطين؟ انا الحق ما نعرفش الاماكن باش ما نظلمش الناس. انا شفت تصويرة محطوط فيها علم تونس من اللوطة وعلم فلسطين فوق منه، اللي هي في البروتوكول الدولي ما تصيرش، في العالم الكله ما تصيرش. فما ناس حبت تتفلسف شوية وقالت هذا ما يسمى بحمل أخيك الجريح، مانيش في الكشافة وهذا مش موجود منه. قد الناس تعارضني مثالش خلي عارضه فهمت. أنا فما واحد قال لي كتبت لي قالت لي أنا بالنسبة لي كتبت لي طفلة قالت لي أنا بالنسبة لي أنا بما أنه القدس أولى القبلتين علم فلسطين خير من علم تونس، وهي تونسية فهمت. قلت لها مال علم السعودية تحطوا زادة فوق علم تونس على خاطر فما توا مكة غاديك هي زادة قبلة المسلمين لا. وبعد عنا مثلا جماعة سواديزون ما نعرفش هنا، أما نقول لو كان فما توانسة مسيحيين يجيبوا علم الفاتيكان زادة يركبوه فوق علم تونس، لا ما تجيش. دونك نفهم منك وحيدة اللي هي مناصرة للقضية الفلسطينية ما عندها حتى أدنى شك في هذا، لكن يمكن غيرتها على بلادها وعلى وطنها، بس ما هيش غيرة في اسمها احترام العلم، احترام العلم مهما كانت الظروف ومهما كانت النكسات اللي عندنا ومهما كانت الأزمة الاقتصادية ومهما كان ناكلوا بعضنا كما ناكلوا بعضنا، لكن علم تونس يقعد هو الفوق. وما فماش أحلى من الكلام هذا اللي نختموا به وحيدة الدريدي. أنا فرحانة برشا اللي أنت كل مرة تجي بحضنا تعطينا من عندك برشا حاجات جديدة وتفتح لنا قلبك سيغتو، ما تبخلش علينا خاصة. أنا نشكرك برشا، ميرسي بوكو. ميرسي أميمة يعطيك الصحة، أنا ديما فرحانة اللي نجي بحدك، نحس روحي نتكلم تلقائية جميلة مع أميمة الجميلة. يعيشك. حلو إني زرت لي فيم مرة أخرى الراديو الجميل هذا، ميرسي بوكو لي فيم، وديما هكا أجواءكم كيما دار العائلة. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو وحيدة، إن شاء الله نشوفك ديما بخير وديما متألقة، ولازم ترجع بحضنا باش نحكيو على العبدلية، ويمكن السنة تكون فما برمجة في العبدالله وفما تحضيرات. موضوع كبير وملف كبير لازم يتحكي فيه ديك على قاعدة سويعة من زمان أخرى. شكرا مرة أخرى. بعد شوية درصاف الحمداني، احنا نخرجوا فاصل نسمع الأخبار وراجعين في ستار تايم.